إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع أن سيدة إخوضوا أي إعلانيين وحوي وأحكام العيدين، أحكام العيدين والأضحية بإسراعينينا لبدي عيدود، وعيد الفطر قال يراهدو يعيد لرا عيد الأضحى، أحكام تأيليهين إيه أضحية ذا وحولها سدح ذا أفرت مع الموت لقلا، وقفك مسلم كأوقله وأي كم التهي مالك عيدة يسدح ذا مع الموت وكدم بيسه. أحكام تيدا أيان إن شاء الله تعالى وحكى إشاري دونا رنتي أحكام العيدين يا أحكام الأضحية وموضوع بلارنوي، وأنا ساعد يوحلم إذا لقصو كوبي كرين، لكن انتي نوسو رقشو بان قضى بردو ركات المامي دونا هدي إلهي رهدو بدا كوبادون موضوع وقهد لين عيدا ينهر مريني ناي عيدينكا وحوي قضبك كوبات قرما لجديي وقتك ونبيك جديي قرما أحيد أرنتاس وحويان وقتك ونبيك لبذي عيدود نو جديي وحي أحيد سنتك ووهو الرئيو هجرد النبي عليه الصلاة والسلام ومكاكسو هجريو مدينة ويمد سنتكاس أيا لجديي سنتكاس أيا لجدي وحان أرنك تصي حديثك أبو داود في سننه وكورنا أيه، وكذلك النسائي في سننه وكوريه حديثك وسند كيسون وصحيح يهي أنس بن مالك رضي الله عنه وخادمك النبي عليه الصلاة والسلام أيه وحو ليه قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، نبيغا ايا مدينة يميد مكا مركو كي يميد مدينة سوغلو يميد مركو إيمان ينا ولهم يومان يلعبون فيهما ري مدينة وحي لهايين لبما الموضو اي عياران لبما الموضو اي عياران بي لهانجرين مركاسو نبيغا عليه الصلاة والسلام مركو أركو ويدي اي وحي لهذين لبما الموضو ولبما الموضو اي عيارنو مركاس رسولك إلى عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، يعني الله وحده كوجو بدلي لبضع مال موت لبضع مال موت كخير بدن أيو إذا كوجو بدلي وما أنك لبضع مال موت واقوي ما أنت عيد الأضحى ليرهذو إيه ما أنك عيد الفطر قال ليرهذو لبضع عيدود يعني سيدان أغنهي وحي مادان لبا مناسبة أو آدو قيمة بذن وعبادوين واوين يشعائر واوين لموجينيو كذاش ودبي مادان عيد الفطرقة وحي تمادا مركي بشي رمضان أي مسلمين تصون كودر لميستان شهر رمضان وشهر رمضان المباركة
بشي خي مارت القرآن كله سود جيه بشا ليلة القدر جو كجرو بشا قيام كذا إيه قراءة ذا إيه تصلاة ذا إيه كل إيه صيام كذا لجذيعي مركي أي دتك مسلمين تصون كودر لما يستان فرح درتي أي لو جذيعي مركي مناسبة أدو قيمة بدن أي قداش هذا لجذيعي مد اللبات وعيد الأضحى اللي رهذنا وحويه طبعا كي مال موت أو أن ماركتي ونبي وكهد ليه الله نو كهد لي طبعا أدو خير بدن إنه يتهي وبشد الحجة مركي للاتو أما أن نجو أن رهن بش عرفاء أنو نقارنه كودي ذا إلى طبعا كذا سقال كمركي لماذان وعبادة إيه خير إيه صدقاء إيه صوم إيه وحبدا لقو جري كذا شيء ذا أي تمادة وأعمال الحجنة كذا هذا لقو جرو مالن كاس أو أهمالن كأقو عماشة بدن أي دفك حجاجة أي سميان مناسبة داس طبعا كامال موت كذا شيء أي تمادة يوم الفطر نبي حكوت المامي الفطر يوم يفطر الناس مالك ايدتك افر ايام با فطر ليرا سونكودو ودمادو والاضحى يوم يضحي الناس اضحنا وحال لهذا مالك ايدتك خولهود غورعيان اي عيد الاضحى ليرا هذا لبدا عيدود يعني ايام قداشودا يعني لبا عباده او واوين وتي حجكي يعماشي خير كبدنيدا قداشيدا اي يمادان حتى مدة أنو مانتا رمضان كي وانو كسوا بحنو واسو أرقنا عيديسي لكن مدة أن إن شاء الله تعالى هدو ربنا نقارسيو أن رجيني نو عيد الأضحى وي عيد الأضحى طبعا كان مع الموت وهدى أنو رميني ووحير كد ميهين علماء مفسرين تاء سورة الفجر بلاوغي ذا وحكوت المامان maalmaha oo Alla ku dhaaranay inay kamid tahay oo Rabbi leeyahay wal fajri walayalin ashrin fajr kiban ku dhaartay iyo 10kii habeen ayaan ku dhaartay marka wuxuu Rabbi ku dhaartana waa shay weyn wey makhluuqadkiisu wuxuu doono Rabbi ku dhaartay waa arin aad weyn wey walayalin ashrin habeenadii 10ka ahaa ayaan ku dhaaranayaa buu yiri fadligeedana طبعاً كاس مال موت أي ليه ذهي نبيه إشاري عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري في صحيح كسو كان حديث ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس باوحو ليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحو ليه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام عمل صالحة أو مال مهاس دحده وذل السمية أو ألك جعيل بذنية هي عمل السمية يعني عمل صالح والله السمية هي مال مها دحده وذا وحو ربك جعليها الله ما أركو أيه وجعيل بذنية هي وي طبعا كان مال موت بيشكو ذا إلى تاريخ طبعا اللي جارو أيه ما أردت أقول ماما يا عبد الله بن عباس وفسره وحويري يعني أيام العشر إلا النبي جو إبهامي وحويري ما من أيام مال ما مجرو العمل الصالح وعملك صالح ولا سمياه أحب إلى الله ألا لو جعل بذنيه من هذه الأيام ما المحس ولا إعلاني هدنا ولا معرفي بركاسور يعني الأيام العشر ما المحس طبعا كأه أيا لو جيدا مركاسي صحابة ويدين ويرهدين قالوا ولا الجهاد في سبيل الله رسولك الله حتى الجهاد في سبيل الله وعمل خير بذنئه ما وحا كخير بدن ما المهن عمل كلا سمييو مركاسو النبي يقول ولا الجهاد في سبيل الله حتى جهاد في سبيل الله وقفك قدق الله ما يكلمة دا على إنا كرن قطو وعماش أقوان وناكسان مسلمين تو إليهين كميدا تنا كخير بدن بويري مركاسو وحير كرهبي إلا رجل خرج بنفسه ومالي فلم يرجع من ذلك بشيء قف مجاهدة او مال كيسي اي نفتيسي انتو جهاد في سبيل الله قلي حولي سنة اي كودة مادين اسنة نفتيسي اي كوبة حدا وحو الله صلى الله عليه وسلم انجرين كا امبا كخير بذن بولي وحكا لو كخير بذن مال ماس
عمل كقفك أوسمي أيوم بك خير بدنه عمل كلو كخير بدن مالمها سلما أركويا سدا سولي هاي رسولك عليه الصلاة والسلام مركا أيامهن أو أه عشر ذي الحجة كلمة دي هراء نقصوا هذا الني درس جيني هراء أيام نقصوا هذا الني وحوي وفرصة وين وقالي يقفك معركة إلهي سبحانه وتعالى أولك الميو ومناسبة آدي آدو قيمة بذن وقفك إلهي أوقارسيو إنو كفا إيديستو وقفا إيديستو بالطاعة والشكر لله عز وجل يعني إن أو وقفا إيديستو شكري إي طاعة إي وحوال بال أيال الدونية ما المها عيد أهو إلهي دادك أسوق قارسيو عيد هاسي أيها لفتو ذو حيوبة هنيهين إن قفك أو ذكرك إلهي صدق هذه إحسان كدتك مساكين تلو كالميو إن أو قفك كل ما يبع الربا خير ما دام عمل خير للغسو جيري وإن خيركو ختمته لكن إن شركو ختمنه صح ماها وحفي عن ماها عمل كاجي إن أد أنت سو شقيني سي صدن مال موت باسوسون تأم سقال الواتر مال موت باسون تي مالك عيد ده دا فسق كو ختم تكورن وعمل تعب خساريوي عمل كان أد طبعا كان عش سو ودي هداي صون تهاي هداي صدقة تهاي هداي قراءة القرآن تهاي هداي تكبير تي لو ذي أي تهاي خير أن أتكش قيني سي هدي مالك عيد إيه أدمع سكو ختم تأينا كورن يعني رنتي دات كينا وحوهي عيد دوالة فرحاية وأيام الفرح وأيام الفرح لكن إن لغو ختمه معسين لغو ختمه صح ما مالمها عيد أنا ومركا يراوه نركي جري مال المقدشة مارتي بارلمانك ماشي اللي يراه ذو برحديس إن من إنه اسكني كيني أيال لكين جروا مالك عيدة واركي جرنا مالو البلكة سألسكو قتقي جري قون دمرك هالكا كوني كان انتي السوقة ويان وحي كدن بيان وحد اكتهين ان مارت فنانين تيو ضدك مارت الرواية ذهت لغا ايو مالمهاس انتي السوقة ويان لير هذا بندك فنيت بالا سمين ايا ايو وقتي كدن بيان وحد اكتهين ومعسين لغو ختمه ويان خير كي اتسوه دي باتشار كو ختمه ايسا مارك ارمها سوكله معسينا كو ختم نما هي فرح اي شكر الهي سبحانه وتعالى نعم ذا أو نسي أن كشكرينه سلا درت أن طاع الله إيمانه أيا للدنيا إلا جوخة مويا عيد مركا عيدا حكم كذوا محي مواجبة مسوى سنة صلاة عيد اللي تكن ياهي حكم كذوا محي صلاة عيد حكم كذا علماء واسكو خلافان قار وحيليه وفرض ولب وفرض عين وفرض عين على كل أحد وواجب وفرض وعدول بكل قد لقدون أيه أي ليهين قلنا وحيلين مايا فرض ما هي وسنة مؤكدة سنة مؤكدة سنة حق بذن ويه وليست فرض عين ما أهم فرض عين مركة مسألة هاس قلوا البابا الدليل هي ستا الدليل وطان قلوا البابا حبي دليشان هي ستا قلاد أرانيسا هو واجب وفرض قلاد أرانيس وفرض بيليه هنا فرض عين وعد فرض عين مركل لي يعني عين هذا شخصي أهان قف كاجان وفرض كنت هاي ويا عد والبجوني ذا الله جربا أي ليهن قلاد أرانيسا هو حد لي شنيان حديثك معطية ومعطية الأنصارية ومتفق عليه بخاري مسلم بإسوس صارين أي دلي شنيان ومعطية وحيلاذ هاي كبدا صحابية دائهي أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى يعني وحيلاذ هاي واختقي النبي عليه الصلاة والسلام أوجوغي وحان الأمر جري إنان صوصارنو العواتق قبدا هاي الركاهي بكارضة أما مقبيات كليرة هذا يقوليها أنا كسوة بحين يعني شغالة كحروبية قريق اللي فريسيو إنا نقوليو هذا كسوة صارنو إيوه وليبا والحيضة قبلها حيتك قبو عددي قبو أسرات بلقربين إنا صارنا بانا لأمري يقوليو هذا كسوة صارنو
أو أي مصلحة لقوتو كنا يكقيب قاتان يشهدنا الخيرة ودعوة المسلمين إن أي خير كحاضران ماشي لقوها هيو تكبيرتي صلاة دي خير كماشي لقوها هيو إنا يتقان دعاء ددك مسلمين تنا إنا يكقيب قاتان لكن وحي تري ويعتزل الحيض المصلى هوين كحيد كقبو وعادة أي قبان مصلحة ويتقين لأن مصلحة مسجد معها مصلحة مسجد معها ماشي لقوتو كنا برحض لقوتو كنا ماشي هاس ويكقيب قليان ويتقين لكن مركي صلاة الله كعو ويكفو قاني داتك كدح بحايا لأن ايقا صلاة لقى مرب صلاة لقى بدوني ماهي لكن دعادي يتكبيرتي يكلقيب قادنا يا داتك ويان وحيليهين أرنتاس ما دام بلا سو ساري قبله مقبيات كأها قريه لقى سو ساري هوينكي حيت كقبي اون صلاة لقى الربين بلا سو ساري وحيتو سيسا إني فرض يعني أرنتاسي أي فرض عين تاي فرض كفاية أهين هذا فرض كفاية أهان لهيد لما أمرين داد كاس صوبح لما يري هذين كان سوقيب قال لما دهين بيليه ماذا بكاس يعني أي مفر بذانا كتكتي أبو حنيفة رحمة الله عليه الشيخ الإسلام ابن تيمي رحمة الله عليه أي كتكي ابن عثيمين مذهب كاسو رجحا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كتاب كيسا زاد المستغنع أيو مارتي أيو كل رجحة يا ويان قلوا أرانا يسو ما يواجب ما هي وسنة مؤكدة فرض عين ما هاني فرض ما هي وسنة مؤكدة أرانا يساي أيقنا وحيد لي شدين حديث كي طلع حتى طلحة من عبيد الله ويساقنا متفق عليه بخاري مسلم بيسو صارين طلحة من عبيد الله حديث كيسي أي دليشانيان بخاري مسلم بإسوه صارين وحوليها طلحة رسولك عليه الصلاة والسلام باوحويري خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة لما شان صلاة دوت أي ربي واجبيي هبيني مالين اللي تكذا كواسا فرضة شان صلاة دوت مكتوبة ده. مغرب كهدا أن تكني عشاها إي صلاة فجر إي ظهر إي عصر انتاسا واجب شان تاس نن عربي أهو ماشي جوغي أي النبي قال الله هذلي فقال العربي يا رسول الله هل علي غيرها شان تاسلا دود وحان أهين ويقو واجب ميا جربو ويدي ويقو واجب ميا جري قال لا إلا أن تطوع ما يبوير وح واجب كوكو أمجرو إنا سن الله إما تمويه واجب كوكو ما شان تاسلا دود نبا واجب كوكو مركو وحي ليهين يعني وحويان صلاة هاس فرض كأه نبي قوو عييني مركي اللوي دي صلاة كلو واجبا ميا جرتو ما يبو يري إلا إنا سنتو كان يسمويه مركا سيدا درتيد يعني صلاة دا واجب كأه واشنطان أما صلاة العيد وسنة مؤكدة لأن النبي دائما نبي قا يسميه عليه الصلاة والسلام سيدا درتيدنا فرض عين ما أهم بيليه وحيدا ذن أرنتم وعام وحين كل من يسا صلاة كست كل قد أو كسوة حرت شنت صلاة دوت أرنت أنا سوهز قليا لا إلا أن تطوع ما يا إلا أد أذيق معركتي السنة التي ما دموي أرنت أسنا وحاق بأي ماذا إمام مالك بن أنس إيو إمام الشافعي رحمة الله عليهما أي قبان أي ماذا سا مذهب كاسم كنت تقيوية مركا صلاة دا فرض عينك يعني عموم كاس يعني صلاة عيدة إيه استنباط كأي علماء كقاتين هوين كاس لصو صارو حد مدى إني كحوق بدنتهي لا إلا أن تطوع عاس كأذكتهي لأن النبي وكرر صلاة ذي ودن صلاة فرض كواجب كشن تاسم بواجب بولي لكن وحال ربا سنوين وقفك إنو نولي يلا دون يوي لأن النبي قلنا نولي عليه الصلاة والسلام صلاة عيدة مرهدان أغان حكم كيدي وحوية وقت قيد وقورمة قورمة لتكذا لبدا اسمع الموضة لتكذا يوم الفطر ويوم الأضحى وقت قيد لتكنا يساعد لتكنا ينا وحالي لهذا هو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت الزوال قل رحضة مركي سوى بحضو وسوى دلتو أو أي يعني حوغا سوى كعضو عربتو حيالي وحكو قياستان رمحي وحالي لهذا جرى ورن ورن بيكو قياسا مركا ورن أوكالا مركي قدر كيسو أوكالا كرسو كعضو
عليهن قيد الرمح جا وحولم يدي هاي تقريبا صدح متر أو كله صدح متر أو كله مركي كرس أو كعضه لقصوا بلابه إلى قرحة برتمها لنا قلبيت كيقول لي حطه ولا تكنكره وقت الزوال لقى جاره أيه لا تكن يا ويان وحنا أرنك تصيح حديث الإمام أحمد في مسنده وكوري حديث جندب رضي الله عنه وحوليه جندب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين الفطرة على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح لبدا وكل صار لبدا عيدود عيد اللي يرهده عيد الفطر وصونك كدب مركي لبا مارت ورن أو كلا بمعنى لحم تر أو كلا إيسو قارتو أيو النبي صلاة تجنجري بمعنى دب أوليك جرحوغا واداهين جري صلاة عيد الأضحى هنا ودد جنجريو قيد رمحن هل ورن مركي نقطة صدح متر عمل أي تاي أيو هورا لغي تكنجري سبب كسداس لو يليو سبب تسدا لو يليو oo midna la dadajiye midna dib loo dhigaahi waa sabab waadax weey ciidul fidriga waxaa la rabaa inuu qofku waqti uu helo oo zakatul fidriga uu ku bixin karo inta salaada la tukanin maxay yeelay sida fiican waxa weeye qorraxda markii ay dhacdo habeenka ciida oo hoosoonka uu dhamaado ila salaada laga tukado inta u dhaxle inuu zakatul fidriga bixiyaal rabaa waa waqti wajub ka weey inu waqtiga dibal ra marka inu waqti waasaca u helo aya ciidi xogaa dib loogu dhigaya ama ciidul adha waxa loo dadajinay waxa way in markii salaada la tukado dabadeed dadku si dhaqsa xoolahooda ay udhiyadooda ay u gowracdan oo markaas quraacdoodi hilibkoodi ay ka helaan waxa cuni lahaayeen ay ka helaan marka lama rabo ciida ka hor in udhiyada la bixiyo oo la qalo qofkii qala ciidda ka hor neefkiisa qala iyadoon la tukanin qalaahi waxa weeye wuxuu noqonayaa shaata laxmin yacni hilib oo ciddiis u qashay neef ciddiis u qashay ayay noqonayaane udxiyadii maqbuulada ahayd ma noqonayo waxaa la rabaa inuu markaas mid kale qalo haddii ciidda ka hor uu qalay mar labaad inuu qalo baa laga doonaya marka sababtaas ayaa maaragtay looga dhigay labadaas sababood yaa midna loo dadajiyey midna loo dib dhigay xikmadaas ayaa ku jirta weeyaan marka waqtigu labada ciidood hadda tan na soo hayso waxa waa in la dadajiyo weeyaan amin hore in la tukado ayaa la rabaa weeyaan si dadku ay xoolahoodii iyo udxiyadoodii ay u gowracdaan waqti fiicanna ay ugu helaan mar haddii la yidhi ciiddaas ay tahay yowmul farax ay tahay salaadna nala amray inaan tukano maxaana laka doonayaa arrimo matluuba baa jira oo nala ka dalbayo oo ciidda dhexdeed inaan la imaano la doonayo kan ugu horreeya waxa weeye qofka inuu issoo nadiifiyo markuu meesha imaanayo musallaha muslimiinta uu ka soo qaybgalayo in uu soo qubaysto inuu barafuun iyo maarata catar uu soo marsado inuu dharkiisa kuwa ugu quruxsan ugu wanaagsan uu soo qaato arrimahaasaa la rabaa weeyaan laakiin markii طيب كل ليها هي مارت عطر كي برفونك دمرك كم جيران ورجع أكليوي حيا لي دمرك هذه أي مرصدان وحوي شهودي رجع إن كعيان بالله أركا فتنا أنا ماشي أي كحس الشو لما أنا أقوله كبرد جوري هذا مركي كسر بحي ساي أيضا أنا عرف أنا لحين أو أين عطر يمنه يأونس يمنه أين كسر عرفين إن جوري هذا كسر بحذا بالربا وإلا زانية نقونيسا سيد الرسول كنت المام عليه الصلاة والسلام مركا دتك الله الرب إن يطيب كمرسلان قبل ويقبيسان إيسا يعني طيب أنا عرف لهين ودتك أيسان أيسان ما عرفت إذا سوق قارينين أو أيضا ويمرسان كرتاه هدوس عرفت إذا قارو حجره وقفكو اسمرين كارو لكن إيسان عرفت إيسا إيسان بحينين وحوي تاسو كلا نروانا كسنة نركا جلباب كيدا في عنا ويقاذان إيسا عورد إذا أسطوران إيسا ويان arrinkaas marka waxaa tusaya xadiidka imaamu xaakim oo kitaabkiisa mustadraga uu ku warinaya xadiidu anas ibn malik radiallahu canhu anas ibn malik wuxuu leeyahay amarana rasuulullahi sala allahu alayh wasalam fi lciideyni an nalbasa ajwada maa najidu wa an natatayaba biajwadi maa najidu
وأن نضحي بأثمن ما نجد، بأثمن ما نجد. يعني النبي وحونا فريب ويري لبذ عيدود، وعيد الفطر عيد الأضحى، أن نلبس إنا حرنا أجود ما نجد. نركك وقونا أكسن الهليكر نقفل باوحو الهليكر كان وقو قالسا، نركك وقو قالسا وقفي عن إنا ينلبسنه، وأن نتطيب إنا نسقرحنه إنا نسعرفنه وذيك أنا مرسلنا عرف إيو مارت عرف إيو طيب إيو محالي لهذا عطر أنا مرسلنا بأجود ما نجد، وحن هلي كرنا كان أقوى ناقة بذن إنا نمرسلنا، وأن نضحي إنا حولها قلنا أن كو قلنا بأثمن ما نجد. يعني كوة حولها كو أقوى قالسا، حولها كو أقوى قالسا إنا نماركتي أن هلي كرنا إنا نضحي كرنا. وهذا النف سيدا شروط هذا نوع إيمان دونتو ويد أهئيو مد جيسئيو مد مقعيسيو إن هذا نوع لقيتك إن هذا كو أضحية سنيني نفي عنو قيمة له إنو قفكو كو أضحية استبال الربا. مركا حديث كاسنا سنة كيسو وأسوغن يهي هل ننو حكو جرى لي هذا إسحاق بن برزخ، لكن علماء قار ضعيفيان قارن أي مارت التوثيقيان. إمام الشافعي إمام البغوي وحوريان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام إنه أها كان يلبس مركي عيد النبي مركي لقارو عيدها مركي لقارو وحوليه هاي صحابي قاسي كان يلبس بردة حبرة في كل عيد. نبي حول بسنجري يعني دركا كوو ذي يمن لغو سو سميي وآدو واناكسن يعني وقت قاسو حد مودا حجاز لكا إنا يمن إنيكا حق سنعاد إيكا قهو الرئيسي البحن ماذا حوغا إنيكا قهو الرئيسي باد مودا مركا دركا قيمة له يمنو كإيمان جيري مركا نوع أولي رهدا من برود اليمن دركا يمن كيما داء أيو نبي قول لبسن جيري يعني قياشا سحرن جيري أو أولا بسن جيري النبي عليه الصلاة والسلام. ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه وحوليه وكان صلى الله عليه وآله وسلم يلبس لهما لبذي عيدو دوحو أولا بسن جيري أجمل ثيابه، أجمل ثيابه نركيسا كو أقوانا قبدا أيو سحرن جيري سولا بسن جيري. وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة وحولهان جيري يعني مرء أذك أما اللي بقى أول وناكسن وقرحسن يا أيو عيدها اللي بذي عيدود إيا صلاة الجمعة ذا بقول بسنجر النبي عليه الصلاة والسلام. مركا معنى يدو حوي نروان وناكسن إنو نركي سدرك وفيعا إنو اللي بيستقفك ما نكا عيدها مركو قبيستو مركي أو إسعرفيو نركا وفيعا إنو حرتو. شكرا لله سبحانه وتعالى نعمة إله أقل أسوك شكرنا أيه إنه اللي بيستبال الرباوية مركا ما لين تاسوك لمركو حال الربا دتك وما لين زينة يقروح أي دتك مسلمين تكموقته قروح ذو مركا ماها دتك قار ميلها يكر هذيان هبين كاسواد أرتينو ميلها تمجرياش إيه وحوى إفراق مهلان قاركو دتكو قرك حيرتان عن قروح يقر هذينا إن قرك الحيرو قرك الله حيرة قروح ماها قفكو إنه قرك يزيد دستا سنة النبي قروح ذو طاي صلوات الله السلام عليه ما لن كاسا قرك لصو حيرنا يا قفكو يسو قرحنا يا وقروح كدقنا يا قاركو جاقة ذي حيرنا يا نقار تمي دور بيالنا يا انتقار حيران بي قزع وحل إذا ذا إيمانا يا تميه نقار سيد دينا يا لما ربو ووح خلاف سن هديق النبي عليه الصلاة والسلام أي خلاف سن تهيويا مركا وحال الربا إن لبس في عنا للبسته سنظنا للازماء يا الرباوية عيد الفطر جهت مركا لجوغو انت آذن قولي هذا كسو بحين ما دام بلدن أتصوصو نيد وحال لقال الربا حوغا إنا سوء عنت التمر إيا وحلا ميدا راشين إنا عنت يا الرباوية. أما مدن دنبي وعيد الأضحى هذا نسوقا بليسو وحوي إن هذا إلى أتكسو تكتو إن هذا وحبا عنين بار الربا مركزو تكتو دب ذيدنا أضحي هذا إن أتكب الله وأضحك عنتو أيال الربا ويا
waxaana tusaya xadiidka imaamu axmed iyo tirmidi ibnu maaja ay warinayaan xadiidu burayda radia allahu canhu ayaa tusinayo uu yidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa buu yidhi laa yaqdu yowma alfitri xataa ya'kul walaa ya'kula yowma aladxa xataa yarjic. yacni waxa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa midaanan ciidda musallaha u kallihin oon aadin maalinta ciidulfitriga ah ilaa wax cuno, walow xataa hadda wax kale waayo dhowr timir ha cuno. maalinka ciidul adxahana waxba ma cuni jirin xataa yarjica ilaa uu ka soo noqdo. riwaayada imaam axmed uu ku siyaadinayo waxa weeye fayakula min udxiyatihi, marka uu ka soo noqdo ciidda ayuu wuxuu cunayaa udxiyadiisiiba wax ka cunaa weeyaan. marka maalmahan na soo qaabilaya maalinta ciidda ah waa yowmul khamiis ayay ku aadantahay. haddii alla na gaarsiiyo, qofka markuu musallaha u socdo waa inuusan waxba cunin, waa inuusan waxba cunin weeye. waxaa la rabaa markaad soo noqoto xoolahaada gowrac wax ka cun, markaa kabacdi cunnada ayaa la rabaa inaa cuntid weeyaan. waa hadigii nabiga calayhi salaatu wasalaam weeye. waxyaalahana laka doonayo oo ciidda inaan la imaano la rabaahi takbiirta fi ayaami alciidi, maalinta ciidda ah takbiirta in lala yimaado, yacni qofka inuu ilaahay weyneeyo subxaanahu watacaala yaana laka rabaa. takbiirta labaa loo qaybiyaa, takbiir mutlaq la yidhaahdo oo aanan meel ku xirnayn la sii daayey, iyo mid muqayad ahoo waqti mucayana leh, waqti go-an bay leedahay. takbiirta mutlaqa ah waxa weeye tobankan maalmood oo idil aynu hadda ku jirnay baa la rabaa in iska takbiirsado, oo takbiirtii ee la wado fardi fardi qofka u tarbi takbiirsado, adkaart takbiirtii la akhriyo ayaa la rabaa weeyaan. maalinta idilxaja dhalatay bishan koodeeda ilaa sagaalka ay ka dhammaato maalinka sagaalaadka inuu qofku takbiirtaas wado ayaa la rabaa weeyaan. marka mutlaqaa la yidhaahdaayo salaadaha kuma qaydna, suuqaada adoo maraya takbiirsanaysa, gurigaada ku takbiirsanaysa, masaajidka ku takbiirsanaysa, maarata maktabkaadii xafiiskaada ku takbiirsanaysa, waakada shaqadii aad haysa dhexdeeda baad ku takbiirsani wey. waana midda allah subxaanahu wa tacaala fi suurati albaqara uu ku leeyahay walitukmilu lciddata walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun. marka inaad ilaahay weynaysaan ayaa la rabaa. ciddada tiradii markaad dhammaystirataan soonkii iyo waxaan u jeedaa markaad dhammaystirataan tobankii casho markaad dhammaystirataan inaad ilaahay weynaysaan wuxuu rabbi idinku hanuuniyey, idinkoo rabbi ka shukrinaya subxaanahu wa tacaala nicmadu idiin gala weeyaan. taa walitukmilu lciddata walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum waa ciidulfitriga loo jeedaa, taasi mufasiriintu ku fasiraan aayaddaas ciidulfitriga waay. walitukmilu lcidda ila soonkaa laga soo hadlaye, soonka markuu dhammaado kadib ciddadii ay muddadii idiin dhammaata ama soddonkii ama sagaal iyo labaatankii idiin dhammaatahay kadib takbiirta inaad samaysaan oo la timaadaan. ama aayadda kale oo ciidul adxaa ka hadlayso isla suuratul baqara ku jirtaaye wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat ha la yidhahda, maalmo tirsan ilaahay subxaanahu wa tacaala xusa. sagaalkaa maalmood takbiirtii la akhrinayey ayay ku fasiraan culummadu wey. kadalika fi suurati alxaji aayadda ku jirtana waa la mid kadalika sakharaha lakum litukabbiru llaha calaa maa hadaakum wabashir almuxsiniin, takbiirtaasaa la rabaa. marka takbiirtaas ayaamtaas la wadayo tobanka maalmood waxaa la yidhahdaa waa takbiir mutlaqa weeyaan, oo tii muqayadka ahayd ma aha. maxaa yeele imaamu albukhaari wuxuu ku warinayaa tacliiq ahaan wuxuu ku warinayaa cabdullaahi ibni cabbaas ayuu atharkaa ka warinayaa wayadkuru isma allaha fii ayaamin macluumaatin. aayaddaa markuu fasirayo cabdullaahi ibni cabbaas wuxuu leeyay ayaama alcashri, tobanka maalmood baa loo jeedaa. waalayaamu almacduudaatu marka la yidhina waxaa loo jeedaa ayaama atashriiq, maalmaha saddexda maalmooda ka dambayso maalinka ciidda ka dambeeyo ayaa loo jeedaa buu oranayaa weyaan. sidaa darteed maalmahan oo tobankan sagaalkan maalmoodihii waxay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim rag ka mida samayn jireen, sida cabdullaahi ibni cumar oo kale, sida abuu hurayra oo kale, intay guryahooda ka baxaan ay ilaa suuqa aadi jireen maalinkaa tobankaa maalmood ayagoo takbiirsanayo. markii labadooda takbiirtooda la maqlana
تتك نبى لا تكبير سنجر سوق جوجو إذل تكبير تذا لا آخرين جري ويان مركا إن تكبيرته وحوي أو ما أرته ما أنت عيد الآخرين أيه عيدها الآخرين أيه مداس عن وقتك كقيدنين كحرين إيه مدة وقتك كحر الله بذا سوي مدة وقتك كحر مركا وحويان ووقتك يدو وحوي صلاة عيدها مركي لا تكذو وما أنك عيد الأضحى أين تكنو إلى عصر كما أنت أفراد أيام التشريق اللي جاره تكبيرتي ولا وضيع تكبيرتي إلا وذا بالربا قارمين كوكيد انتهي بعد الصلوات المكتوبة صلاةها فرض ككذب أيال الربا إن إنك تكبير تأخرنه يعني ما أنك عيد اللي تكذو يوم الخميس وكل هذا دي إله النجارسيو ويوم العيد عيد صلاة دي إذا مركين تكنو ظهر كوجه الرجال لتكن ياهي كداش يسال لقديه مركي صلاة داس بعد الصلاة للتكبير صدوا والاستعجينة صلاة عصر كي والتكبير سنة صلاة ظهرن كداش وده مالك التبنات مالك الكوي تبنات مالك اللبية تبنات مالك الصدحية تبنات أيه اللوذية يعني ساسة اللوذية أفرت مع الموت أيه التكبير اللوذية وين أرين تاسنا وحويان يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود أي ماذا سو لم أي كسو أرورتي ومارتي رضي الله عنهم أرضهم صحابة ذي سيد بن أبي شيبة وفي مصنفه وكسو صاره بسند صحيح وكسو صاره يويا هبك مركة تكبيرتا قابك اللوق هذا قابك تكبيرتا اللوق هذا وحالي له ذا تكبيرتا أرن كيدو أسكو واسع ويا سي غداس أو تاس إله إنا وينسون بالقربة سي غدا أو تاس إنا كو قيدنا توحك لك ما بيحي كرتيد إنا ذن لما أراني قفل ليها مجرو حال ربا أرن كيدو أسكو واسع ويا إنا إلهي وينيسو سبحانه وتعالى أيال لقربة كلية وحال يعني الرواية وحيسو قوريان عبد الله بن عبد الله مسعود وكاله يا أثر لقسو قوريا أيام التشريق مركي لقارو وحو كو تكبير سنجري الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أي أخري يجري سيغة عبد الله بن مسعود بالقهية لكن الأمر فيها صعب لي هذا إسك إلهي وينه سبحانه وتعالى بالربا لكن مدان أنه أين سمينه أوه للسوك كلي إمام كإنو قاضه دبا ديتن لقد دبا ميرسدو صحابة ما أقولين وحال الربا قف والباب إنه ماشي سكا قاضو أذيق حق كقاض أذيق حق كقاض إمام كوا قاضو مأمومين تها قاضين لكن مأموم ككلي انتو يراهدو لقد دبا ميرسدو ما أقارنو سومالي دكو خاستانو مالينا يددك اللي بيتك أعجامتين يخاص كوتاي لكن وحال الربا مسجدك إنه تكبيرتي يعني ما رتئي يرتجف يعني مساجد كحال رب ارتجاف إنه كله يرتجف بالتكبير أيال ربا يعني إنه لشه قيل هذا مساجد كتكبير تلقو قيلنا إنه إمارتي محايا لو إلهي سبحانه وتعالى وينين تيس أن وينين إنه شكرك أن لا إيمانه إنه التكبير تسأل لك الربا وين حال كامركا صلاة حق يلو قلتو كذا صلاة العيد ما مساجديها اللي قلتو كاني مسا مصلاة وبرحد بالا لا آذايا إيادنا وحوي صلاة عيدة برحدة لغو تكنا مالها برحدة الآذية مساجدية لغو تكنا ماي مساجد وحال لغو تكنا كرا كلية إني ضرورة جرتو حاجة إنباطة إني جرت درتين ومثلا يعني روبا دائيو لما بحكره وددك مالي اتقان ماله برحدة برحدة لتقلا برحدة ماله روبا دائيو خوف يعبسي با جرتو هدي بناك اللي تقل نبا لغا بقيا ما أردت نباتة إن اعتماده هذه حاجة نباتة أي جرت أي ضرورة أم بمساجد الله بنية إن لقط كذا يا الله بنية لكن هذا يسون واحد بجرين وحال رمالها مصلها أو وين برحضها إن لقط كذا بالربا محيي للنبي جن عليه الصلاة والسلام سيد أي بخاري مسلم بكسو جورنا إن حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وحوليه أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى
وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. يعني وحولي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام وحوءها ما لنت عيد الفطر عيد الأضحى مركي لقارو مدو البابا مصلىه أبو حجري ماش برحد لقول تكنيو أيو آذي جري شيء أقوه الرئيو بلابنا مصلىه مركي أو تغو إمامك انتهر تكبير تال آخرنا يا مركو إمامك يمادو وح أقوه الرئيو بلابي جري وصلاة صلاة عيد تكن جري مركي لبادة رك عضود أو تجيو ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس صلاة انتكبحو أيو دات كورتي سو استاقي جل لأنه وإمامك تجيه ويان تتكون أي صفوف توذي فرديان صفوف توذي بفرديان نبي هور فرديان صلوات الله وسلامه عليه مركاسو نبي وارين جري هو عذين جري دات كاسي معروف كو فري جري منكر كو كريبي جري وناقي خير سمين جري مركا كبعدي حدى أمو قتل النبي عليه الصلاة والسلام إنو عيدا صحابة كمي ذا جهات كأدره ما شاء الله فرديه وانتو كن بقى عابب وديري جره كوحدينان أرضها يؤدي جره أو مالهب لآذا أي أدري جره جهات كويا حدوح أمري أو صدقائي وحلمي ذا أوداد أمرينا مركاسو فري جره رسولك عليه الصلاة والسلام مركاك بعدي وكبح جريبولي مركا صلاة أيا أقوها الرئيسو أو مصلها مركي اللي تقول وحقوه بلابا أقوها الرئيو وصلاة ويا halkaas waxay yaani abu saeed oo ka hadlaya zamankiisi oo madiina uu joogay nin la yiraahdo marwan ibn al hakam ayaa maxaa la yiraahdaa wuxuu inuu bedelo damcay sunnadii nabiga kaleey salaatu wasalam marwan ibn al hakamna waligi madiina buu ahaa madiina ayuu madax ka ahaa waqtigaas abu saeed al khudri aya markii ninkan oo barxaddi meeshii la tagay ba minbar loo soo sameeyay ba minbar loo keenay minbarkii boo durbadiiba inta ku istaagay ayadoo salaadii la tukanin ay khutbadii bilaabay sidii salaadii jumcadii oo kale ayuu ka dhigay khutbada ilaa horeysa soomaa salaatul jumaa sidii jumcadii oo kale boo bilaabay inuu khutbada hormariyo macnaha marka ka bacdina uu tijiyo dadka sababta uu sidaa u yeelayna waa maxay dadka inay dhageystaan warkiisoo rabaa oo laga kala tagin inaan laga kala tagin ayuu rabaa mar alla markuu minbarka fuulay oo inuu fuulo rabo abu saciid alkhudri baa qamiiska ku dhigay dharkiisoo qabto soo jiiday markuu jiiday buu inuu minbarka kasoo dejiyo uu rabo yuu iska filqay iska tuuray markaasuu minbarkiisa xuu ku koray wuxuu leeyahay abu saciid alkhudri markuu xadiidkaasi wato wuxuu leeyahay falam yazil innaas على ذلك حتى خرج مروان وهو أمير المدينة تتكو إنا سيدا النبي أتو كنجرين أو أتو جنجر إنا أتو كان إيان كما ينزولين أو أه صلاة إنا هرسو خطبات الدنبايسو إنا صلاة هرسو خطبات أي دنبايسو كما ينزولين تتكو إلى مروان أو مدينة مدح كأهي أو صابح أو مدينة في أضحى أو في فطر في أضحى أو في فطر لبدا متكوت صلاة عيد الأضحى عيد الفطر جيمت كود إنه أصابحه مركز وحير أبو سعيد أسوي هذا الكوتو فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير ابن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتفع أن يرتقي قبل أن يصلي فجبثت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة يعني مركي أسككي في القي minbarkiisa markuu fuulay oo ku dhagay oo soo jeeday maradiisi oo iska kayfujiyo minbarkii fuulay durbadiiba khutbadiiba bilaabay intuu salaada tuujinin markaasaan waxaan ku iribo yiri ghayartum wallahi allah ku dhaartay sunnadii nabiga waad badasheen ayaan ku iribo yiri marwan anigu la hadlay markaasuu yiri ya aba saciid waxa uu jawaabay marwan wuxuu yiri qad dhahaba ma ta'lam wixii aad adigu taqiina waa horay dhammaatay wax cusub maaratay arrin cusub baan wadanaa taadii waa horay ahayd markaasuu abu saciid u jawaabo yiri maa aclamu wallaahi khayrun mimaa laa aclamu wax aniga aan garanayo
وعلمي النبي محمد أن كسوق هذه السنة ذي إلهي بن كدرتي أيضا كخير بن وحان أجين وأذى الله تمت تاسبا كخير بن ندبير كانوا وناك بن مركز عذر دار قدمي مروان وحويري إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة صلاة الدبذيد تدخل نوفر يسن ما يام بويري فجعلتها قبل الصلاة مركا صلاة هرتيد أيان ما ركتي يالي أن كدقي خطبذي يعني خطبذي بان وحان كدقي صلاة هرتيد بان كدقي سيدتكو إيدا قيستان وشي يعني وحالي لهذا حداد أركتو الدد صلاة كهر مرينة يمسلحة أيقو جوغو هذا الكا كهر مرينة خطبة يددكي أخطبيان كهر مرينة ويعني وحويان والخطبذي وحي الراعين الخطبة المروانية اللي يرهدو أي قاتين ويان رواية إمام مسلم في صحيح كسوغان وحو أها وحو يري لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم وحا ذيك تقين وفر لغا تقيبوير يعني سنة ذي ولغا تقيبوير وحد قرنيس وفر لغا تقيبوير مركاسان إرو يري كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم يعني ما يبو يري كجوك أرنتاس الله كل دارتي الله نفتي إذا قعنتي سكسوك ندبان كل دارتي wax ka khayr badan wax aniga aan ogaa oo nabiga aan ka soo guuriyay lama iimaaneysan buu yiri marka marwaan arintan waxa uu sameeyay waa maxay in dadku dhageystaan waan khilaafkii hadigi nabiga la khilaafay wa sallallahu alayhi wa sallam nabiga muxuu sameeyay jiray alayhi salatu wa salam dadka kuma khasbi jirin inay dhageystaan sida xadiithka abu daawud iyo nasa'i ibn majah iyo ay warinayna xadiith abdullah ibn sa'ib radiyallahu anhu وحوليه هاي عبد الله بن سايب شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدة فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب يعني فيري حكمة ونكسن فيري وحوير وحن كلقيب قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة عيدة كلقيب قال يبوير مركو صلاة دي سيد لما يستي وخطبة إنه يستاقى ورب النبي عليه الصلاة والسلام dad kama oranayn illa wa illa ya la kicina halay dhageystama oranin muxuu yiri war anagu khutbaan akhrinayna tada wa khutbayneena qofkii jiclaada inuu khutbadan dhageysto fariistana ha u fariisto ha fadhiyo ha nala dhageysto qofkii jicil inuu tagan ha iska tago kuma khasbin nabiga kaleey salaatu wasalaam marka khutbada oo ciida iyo midda jumcada farqi ba u dhaxay salaatul jumca khutbadeeda inaad dhageysato ood ka soo hormarta imaamka waa matluub wey shee laga rabo wey waa inaad dhageysataa ama midda ciida haddaa salaadaada tukato haddaad rabtana dhageyso haddaad rabtana ka istaag iskaga tag maadaama salaadaadi aada gudatay marka dadkan waxa weeye maadaama nin siyaasi uu ahaa madiinana uu maaratay amiir ka ahaa wuxuu rabaa awaamirtiisii iyo inuu dadka uu ku khasbo u dhageysiiyo ayuu marwaan doonayay weyaan marka waa khilaafu sunna lama ogola arintaasi weyn markii la tago musallaha musallaha markaynu tagno meeshii lagu tukanayay iyo barxadii taxiyatul masjid mana la ka rabaa oo inaan tukanno miyaa ma waxaana la ka rabaa aadaan iyo iqaamo miyaana la ka rabaa mise waxaana la ka rabaa inaan raahno asalaatu jaamica waxaasoo dhan ma jiro midna kama sugno meeshu musalla weeye masaajid maaha masjid maaha waxaa la rabaa sida haddaba soo sheegnay nebiga markuu yimid wuxuu bilaabay markuu musallaha yimid shayga ugu horreeyay muxuu ahaa salaada ciidda hore ka tujiyey adigana markaa musallaha tagto maadaama meesha lagu tukanay aysan masjid ahayn ee barxad ay tahay waxaa la rabaa inaad iska fariisato taxiyatul masjid ma tukanaysid laba ragcaa tukanin iska fariiso aadaan iyo iqaamana ayana nala kama rabo aadaan iyo iqaama nala kama rabo حتى إن لي يرهدو الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة إن لي يرهد حتى ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أنك مسو أروري صلوات الله وسلام عليه بس وحال ربا إمامكم مركو صوت قلو تكبيرت إن لجوجيو صلاة أخرك قلو أيال ربا مركا كبعد أخذ بذا أخرية بالربا وين محايا لي يعني عبد الله بن عباسي جابر بن عبد الله لبضو بوحي أرنجر حديث بخاري مسلم بإيسوس هارين أثر كاسي وحي يرهدين لم يكن يؤذن يوم الفطر لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى
يعني لما أدمي جرين لم يكن يؤذن يوم الفطر ويوم الأضحى لبدا مع الموت عيد الفطر عيد الأضحى آذان إقامة منا ما إن جري جرين ويا. وكذلك وحويان نبي كمت كنجرين برحدة صحابة كمت كنجرين تحيت المسجد أيان بخاري مسلم باتوسى حديث كحديث ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحوليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها يعني لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. النبي عليه الصلاة والسلام وحوت كذا ما أنتي فطر هذا عيد الفطر جي لبرعوت كذا مركب برحد يمد لم يصلي قبلها ولا بعدها هرت هذا يقداش هذا وسن تكرين سنة كهر رسول تكن أيه عيد مجرته سنة كذا بيسنا مجرته لو ذرك عمرك تكتو هرك سو استاقويا خطبة مرك إمامك وآخرنا أيه خطبة إمامك وآخرنا أيه ما هل خطبة مسوا لبا خطبة آخرنا يا إلى جمعة لبا خطبة أجنها سوا ماها ما هل خطبة إمامك آخرنا يا مسلا لبا خطبة آخرنا يا سأل هذا سنة علماء ويسكو خلافان قاركود وحيلي لبا خطبة آخرنا يا قاركود نمايا هل خطبة آخرنا يا بلي لكن أحاديث توحان أجنا يكسو أرورتي إن لبا خطبة آخريو لبا لا خطبة نحن ذا الوكرة سارو فردي سيدي صلاة جمعة أهيدو كالي أنتو خطبة هراء أخرية أو حقا يرفريستو دبادتان وإستاقو خطبة لبعض أخرية هي حديث كسو أررتين وحديث ضعيف هوي حديث صحيحه يحتج به لحجي سنكر ويعتمد عليه مجره مركز إذا درتد يعني حديث تال لبعض خطبة الماميساهي وضعيف ويان. ولذلك الإمام النووي رحمه الله وحوليه لم يثبت في تكرير الخطبة شيء سوء العلين تلبض خطبة لبا خطبة لقد نقاهي وحكم سوء أرورين بوير وحكا سوءنا هذا مجرى حديث كسوء أرورتي مذن مجرى ويا مركا هل خطبة إينا وقفكو كوكها بصده وددك أو وعديه دبا ذاتنا وانت مسلمين تودعي وكتقو أيال الربا خطبة ديس أو ختمة بالربا دنتو ذي وناقو ذي أو فرا خطبة أو كل ما يبال الربا markii salaadii ciid aanu dhameysano waxa la rabaa oo qofku soo noqonayo wadadii uu ku tagay wada aan ahayn inuu hadana ku yimaado gurigiisa wadada markuu tagay musalla oo maray markuu guriga ka baxay mid aan ahayn inuu soo maro yaani sidoo nabigu yeeli jiray alayhi salaatu wasalaam hadith kaas imaam al-bukhari ayaa warinay fi sahihi hadith jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma wuxuu leeyahay kaana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam رسولك الله وحوها إذا كان يوم العيد مالك عيد أهمرك أي جلت أي له أي مالك عيدة خالف الطريقة وضد أيوك لبدل جري تي أو كنت جي موية متكلة أي جري سكوس آذي جري مرك مخالفة الطريق إن سمينه أن الله النبي أن كنت يعني إن صلوات الله وسلام عليه أيال الربا أجر بانك ليس وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وحال را مركا ما دام بريتو اي تهي حالك مالين عيدا كسو هرئيسو نوغا دي منا دي إله نقارسيو اي تهي يوم عرفة مالين تا اي مسلمين تو حجاج تا اهي اي تاقيهين يعني عرفة اي تاقيهين عرفات اي تاقيهين اي تهي او مالين كاسنا او ما ركتين نبي جانو كت المامي عليه الصلاة والسلام الله إنه ددك عرفت هاجن أو لبدا جو عد عد قبو أو وح وجهه سياه أينين جرين وما ده هل كاسفا ماذا حيد وذا بنائي هاي أو قف ماذا حد تاء ونكوجرين هل كا إلهي بريه إنه يباهي بهم الملائكة ملائكة إلهي سبحانه وتعالى إنه وفانه أوليها دوم ماذا إذا في ريا جاؤوني شعثا غبرة أيجا أو بور له أو أن ماركتي يعني وحي ماذين أن ديف أي كم وقتو أو شلي سنين أو نركوذد ما أردت سأوي هاي إلا ما ننكي سيديداد لبسك آد حرتي بعد الآن ما ننت الطبناد لغي قارة آد وضانيسا ما ننت هاس ما دام أي تهي بريتو ما نن قيمة بدلنا أوي هاي وحاسونا أح آد أسي أكيد سن أيضو أن هوري أغسو هذا النيم حاضرة ديني هوري خدنا إن بريتو كريتو داتكو إسكود ديان إني سومان
صون كذا ولي ما أنتس هذا مؤكد أسيهاي وإنا صورنا ويه هذه إلهي راد حديث كاسنا وحديث كإمام مسلم وأبو قتادة رضي الله عنه والنبي كورنا أيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة نبي قال له ويدي يبويري ما أنت عرفة صون كذا مركز رسول كويري يكفر سنة الماضية والباقية صون كاي ما أنت عرفة وبرت يوم عرف يوم التاسع على صوم ما أنك سجالات وبرت أو كلا سنة ذي تكتي سنة كسوة سعدة أي إلهي ذنوبتين أنا أقول دافع مركا ما لنتاس مركا وحويا وما الآدي آد ما ركتي أقيم بذن أو أجري بذن نقفك أو كهلي سنة ذي ذنو أي ما ركتي آدي آد مهم أتهي إن ما لنكاس يوم عرفة لصومه ذنوبتين نبا إلهي كل دافع ذنوب تل دافع يسيدي عن أهر أسوة شيقني وحوي وذنوب تصغائر كا أذيك كادعو أما ذنوب تكبيرة ذا أهي وحي أباهن تهي يعني وحي أباهن تهي توبة سيد إلهي بأوليه هاي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما مركا فلله الحمد هذا الرب نوغو ما آذن يوم عرفة مالن أربعات بنوغو آذي لكن هذا مالن جمعة كو آذة كورن جمعانا إن مالن كسون لغو خصيصاهي أي حرام هيد يعني نبي قول ريبان وجيدا وأنه يبقى كسو أرونا كوضا إن جمعة كلية آت صون تهال مالونا جمعة تلاذا كلية آت صون كو خصيصا يا ونكو قوريالي لما أقرأ مرك هذا يوم عرف أي نقطة إلا جمعة ذا مرك اللي صومه وحوى يوما قبله ويوما بعده بالربا خميس مرك صون تجمعة كدر أما جمعة مرك صون تسبت كدر سبت دي لسون سدا سو كلا بالربا مرك نبي قول نهي بقى كسو أروريو وحويان وحولي حديث بخاري مسلم بكسوغان وجابر بن عبد الله نورنا يو نبي وحولي لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يعني إلا وقبله يوم أو بعده يوم ما هنت جمعة هذا صون هسومنا كليجيت إلا مالن كهر رئيسي مالن كدن بيسمويه مركا هدي مالن كاس وصون كسو آذو محينو سبينينا روايات كلنا ويجرين وأيضا بسيدو كلا أسقون إن يوم الجمعة عيدكم ما أنت جمعة ذا وعيديني فلا تصوموه حسومنا إلا أن تصوموا قبله أو بعده إن ما لنكهري ما لنكدم السونتان موي يالا سومين على كل حال سون كاس علماء ذو حيليهين هدي اسكسوا آذان جمعو إيا يوم عرفوا سون كوذ مؤكد أها مذهب كأي جمهور أهل العلم قبان كراهة سوحال إليه وكراهة التنزيه لكن لا كراهة التحريم إليه كراهة حرام تأهد معها وكراهة التنزيه إليه ووحي إليه هدي حرام هدي تهي يعني يوما قبله ويوما بعده لم أدهن لم يرهدين تنلبات قف سوسو مجري وعادئي وهيد إنه ساء صوم وصان إسكوته حتى يكسو آده ما لين جمعة يكسو آده ولا أقولي هاي بليه ما دام الله أقول يوم عرفة يوم عاشوراء يوحنا من هذا جمعة يكسو آده وحوي يعني ما لين تاس لما كره سذب أورنا يعني سذب مثلا علماء قارف وهذا يسوع جوريا وحليه نهدو ما لين هذا صان كذي وتسوم جرتي يوم عاشوراء وبشد مارت محرم ليه هذا تبان كذا بشان سقال كذا بتسوم جرتي ما نكبا جمعة كان نقضي فحين إذ لا يكره صيامه بيدان لما كره سدو مرضي دائم إعادة كوا حيدنا خروس وسوم جرتي لب ما له إليه ساسو كلوين أنت أسمر كان أحكام تعيد وقصوا بحنو وضحية إن شاء الله تعالى وحير أيه نكتل ما مينا وضحية وحولها لجور عيو وحلو وضحية است أصلا و الأنعام لي هذا قيلة هي اللقظة هي أريوي دقاق اللقظة ما أضحيه استو حوالك للما قالوا أضحيه من نقضان وحن نقنا يوا لقظة هي قيلة هي أريغة انت سألي هذا ولو قورع يو لقورع يو مالك يوم نحرق لي هذا التوبناتك هي صدح ذا مال موضو كدن بيسو ولا قلي كرا كوي يتبن لبي يتبن صدح يتبن أفرتها مال موض
يا ليرهدا أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى بليرهدا حكم كذا مركم حويه يعني حكم كذا شرع جايه حولها أول قلاهي مواجب مسمعها علماء ذو مارت مسألة ذاسي ويسكو خلافان قاركود حيليه وواجب قاركود حيليه وواجب وحن واجب كيهي على القادر عليها ما هدد كورن قفكي أوذي كرو إنو حولها قلو واجب يكو تهيبي أورانايا وواجب كليه وحين أدلي شنيا حديث كمام أحمد ابن ماجه أي مذاس أي وريانا حاكمنا إيو مارت وتصحينا يو لكن الشيخ ناصر الدين الألباني أو حسن كدقا يو حديث أبي هريرة وحو نبي عليه الصلاة والسلام من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا قفك حوله يستو وحله سعة يعني غنين ما يستو وحو كوضحي يستهلكرو ولم يضحي آنا حوله قلن فلا يقربن مصلانا ماشان كنت كنينو ينوغ سو دوان ينو ايمانين ينو لسو تكن بنا كان نغا جوغو مركا وحي ليهين ما دام بنبي اوديده عليه الصلاه والسلام او يريوسن صلاه دنا كسو قيب غلي ماشان كنت كنين ينو سو دوانين با وحي توسيسا اني وح واجب تهي سلا درتيد اضحيته وا واجب اورنيان لغا ربو قفكا انو ليما دو قفكا اود له انو قلا اي واجب كن نكونيس علماء القار وحيله ما واجب ما هو سنة مؤكدة وهي سنة مؤكدة وهي وحانا تصي سنة لماذا إذا إن يسون واجب أهين وسنة واجب لماذا كل حين ياي إمام مسلم وحي حديث أوري حديث أم سلمة رضي الله عنها وحيتر أم سلمة نبي عليه الصلاة والسلام وحويري إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وحيلاذ هاي رسولك وحويري هدي بشا ذي الحجاء كو ذي ذا أدركتان مركي دلاتو دلاشا ذي ذا أدركتان وأراد أحدكم قفكين أو دونه أن يضحي إنو حولقر إنو حولقلاهي أو دونه يويا هكا أفايستو وهكا جوكسدو عن شعره وأظفاره تميه سنة يوسن جرن عديه سن يوسن قوينين أيو ليه تميه سي عديه سا لبضب يوسن تابنين يوسن وحبك قوينين مارك هذا الكوحي كدري شنيان أيليهين وأراد أحدكم أن يضحي ليري قفكين أو دورين أو قورعه حول أو قلو أو ضحي السميستو مارك وحي ليه ذن وهذا دليل على سنيته لا على الوجوب إني أرنت أضحيضه إني سسنته لكن إيسان واجب أحين أيات السنة سقفكين هدو دونا بالي هدو ربنا مدوني كرو إسكدين كراسو ما مركا واجبكو ما أهم بيقبان مركا مسألة ذا أضحيضه قفكي هيري كرو إنو قورعو أحولها قلاهي وشي آدي آد وناكسن ومستحبه في عنويا قفكي هيري كرو لكن واح واجب وفرد كو قوة ما أهم أحديث كاس مركي مارتي إينو أن يعني حجدي سمركين قاضنه سدع علماء واستنباطين ويان لكن فضل بدن بيلاه ذا وضحية حولها أول قلو ما ننتاس قفك حولها أسوأ أودي كراهي أنا انقلن وحولها أنا سمين يعني أودي كرو أنا سمين وحاب أقفل أن تهديد كالنبي يوسف نوسو دواني يوسف نوسو دواني مصليها أن إسراء دي النبا يدعى دي النبي يوسف كسو قيب قرنوا مصليه بيوس أسر دواني بالله مركا فضل بدن يخير فر بدن أي قف كاس إسرافين أي قف كأودي كره خير بدن بعد دافعي محي لي يعني فضل جا أي لا ذا هي مركو نبي كور رمي عليه الصلاة والسلام حديث كالترمذي ابن ماجه حديث عائشة رضي الله عنها ورسولك يرى عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا فيها نفسها يعني حديث كاس ورسول كيري بني آدم كعمل كخير بذن عمل
alla oo ugu jacayl badan yahay yowma naxrigaahi uu sameeya ma jiro oo ka khayr badan min iraaqati damin, dhiig inuu daadiyo, xoolo inuu qalo, neef inuu qalo. Neefkaas aad qasho maalinta qiyaamaha geesaheedii iyadoo wadato, ciddiyaheedii iyo iyadoo wadato, dhogorteedii iyadoo wadato, ayay qiyaama ku imaanaysa, miisaanka kuu fuulaysa qiyaamaha. Maalinka qiyaamaha miisaankaada ayaa laguu saaraya. Markaasuu wuxuu yidhi, dhiigga aad ka daadinaysa neefkaasi dhulka intuusan ku dhicin yaa allah buu makaan uga dhacaa, allah ba aqbalo. intuusan dhibicdii ugu horreysa dhulka ku dhicinba waa shay ilaahay kaa aqbalaya subxaanahu watacaala, oo fadli weyn aad ka helaysa wey. Marka sidaa darteed xoolaha ood qashaan naftiina u wanaajiya, wuxuu leeyahay fatayibu biha nafsa, yacni naftiina wanaajiya oo xaraj iyo cidhiir iyo maaragtay ha ka dareemina, yacni bukhliyoosan idin qabanin wey. Sakhaa iyo deeqsinimo la imaado xoolihii gowraca ayaa la oranayaa weyaan. maxaa marka lagu udxiyeysanayaa? Waa tan xadiidkii soo marnay, an yudaxiya biathmana maa yajid, waxa uu helaya kuwa ugu fiican, xoolaha kuwa ugu wanaagsan inuu ku udxiyeysta baa la rabaa. Maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu qalay yacni ciidul adxaa wuxuu qalay sida uu maaragtay anas ibnu maalik bukhaari muslim ay ka soo saareen. anasna uu leeyahay wuxuu leeyahy ana annabiya sala allahu calayhi waali wasalam, nabigeenna calayhi salaatu wasalaam daxaa bikabshayni amlaxayni aqranayni dabaxahumaa biyadihi wasamaa wakabbar. Nabigu wuxuu qalay laba neef oo laba wan ah, wanan waaweyn ayuu qalay, oo amlax marka la leeyahay midab caddaan iyo madow isku jiro leh, midabkoodii buu tilmaamayaa, midabkooda uu caddaan iyo madow isku jiro ayuu caddaynayaa, amlax baa la yidhahda. Aqranayni buu leeyahay oo geeso leh, laba neef oo geeso leh ayuu nabigu qalay salawaatullahi wasalaamu calayh. Marka laba neefo waaweyn ayuu rasuulku qalay salawaatullahi wasalaamu calayh. Waqtigaa la qalaa udxiyada? waxaa la qalayaa bacda salaati lciid, sida haddaay soo hormarinay. xadiidka jundab ibnu sufyaan ayaana tusinayo, shahiidtu ladxaa maca rasuulillahi sal alay wasalam, nabigan ciidul adxaa kala qayb galay. falamaa qadaa salaatahu binnaasi, markuu dadkii salaada tujintiisi uu dhameeyey, markiiba nadara ilaa ghanamin qad dhubixat, wuxuu arkay salaada markuu tukaday neef intaan salaada la tukanin la qalay buu arkay. markaasaa la weydiiyo riyaa qalay, markaasuu nabigu u sheegay, markii loo sheegay ayuu yidhi, man dhabaxa qabla salaati falyadbax bishaatin makaanaha waman lam yakun dhabaxa falyadbax cala ismillaahi. wuxuu yidhi qofkii salaada ka hor gowracay xoolihiisa hadda rig kale ha qalo, la ribo horey u qalay ninkan qabla salaa. marka waxa weeye waxaa laga rabaa taa waa raashin oo ciddiisii hilib uu qalaye, midkii oo udxiyada ahayd bacda salaa inuu qalo baa la rabaa. marka inaan salaada laga hormarinin ayaa la rabaa. salaada markii la tukado in xoolaha la gowraco waa ficilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisii weeyaan. sunnadii nabiga waa calayhi salaatu wasalaam. neefka la qalaya marka waxaa la iska ilaalinayaa cuyuub dhowraa la iska ilaaliyaa, ceebo dhowra inuu yeelan ayaa la iska ilaaliyaa. maxaa yeelay neefku waa inuusan illa ayn, neef illa waa inaada ku udxiyeysanin wey, waa inuusan illa ayn baa la rabaa. neefku waa inuusan ahayn mid jiran, uusan mariid ahayn oo mar cudurkeedina uu cad yahay. neefku inuusan ahayn mid jiisahoo dhutinaya uusan ahayn. neefku inuusan ahayn mid caataa oo weyd aynuusan noqonin. marka intaas waa sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, qaama fiinaa rasuulullahi sala alla alayhi wasalam, nabigeenna dhexdeenna ka istaagay, faqaala wuxuu yidhi, arbacun laa tajuusu fi ldaxaaya, afar arrimood udxiyada kuma bannaana, laguma udxiyeysan karo. alcawraau lbayinu cawaruha, neefka ishala oo yacni ila-aanteeduna ay muuqatay inay illaadahay caddahay. waalmariidatu lbayinu maraduha, neefka xanuunsan oo jiran laakiin jirannimadiisuna ay xaqiiqo tahay. waalcarjaau lbayinu dalcuha, midda dhutinayso ama jiista ahoo
جيس نمدي دي نتنتي دي أي موقتة والعجفاء التي لا تنقي يعني مدى عتذا أهو آنا وح روحي لذا هاي الأرق تاسنا أينا لما أقلوه وحوي في يعني أضحي ذا قفك أباها قريقة فاملي قاس جوغو أسرة داسي حل نيفو أري هدي قشان ويكوكو إسا إلهو أي نقدان مارت لبا تنقف أي نقدان هدي دونان حل كان نيفو أري ويكوكو ذا لكن وحويان لبا قويس أو كرا تك تكسن لبا قويس حل نيف موذا أي كرا أني أدي أسكدر سنة إن لأدنا أترير لي ذا أنا أرير لي هل كان نيف أم كشر كونه مسعون يسو حال راقل أول بالنيف كيد إني قالته تن لبعض هدي أو أري يهي وي هدو يعني اللقي يهي أما قيل يهي لبعضه با حال ربا إن تدوق فوضوي وذاي كران لقذي يقيله با رتقان القورة عيو تدوق فوضو كقوذي كرا بمعنى تدوق فاملي بو كقوذي كرا محوها ساعة أما ديبي قال لقاليو تدوى ذا قفو كقودي كرابة الربا نيفف كامرك الدأب إليهين إذا هو كالوحا ليره ذا يعني مارت اللح بلوت أو جيرو نيف اللح بلوت جيرو إذا هو كوالقالي كرا ريوهن وإنو سند أدماذا وإنو حال سند جيريا لغضو وإنو لبا سندتاه لبا جيريا قيل وإنو شن جيريا شن جيرويه سدا سندها لقورعيو سداس أيه كتل مامان يلي رهذا وحال ربا مركو قفك أو قورعيو نافك أو قورعيو قال ياهي إنو إلهي مقعيس كوقر بسم الله أو يراد الله أكبر أو يراد بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك إنو ره سداس على ربا إله مقع هذا قورعيا هذا وين هذا الله أيه أكبر أو عدو البكوين أرنتني هذا منك ولك أذيعونا كا هذا أذا أبور أذانكود جورعية سدى إنه يره هذا بالربا وحنا للربا قفك وحوجه الرئيو إن أو قفك ماركتي أضحيدي سو حكعناه والربا إنه أسق أضحيدي سو حكعنا مركو جورعه إن أضح كعن تدبال ربا حولها مركاد حولها رير كاد أوريبت أنت كلنا دتك فقراء مساكين تا كوسا دقيسته أيال الدون يا ويا مركا أضحيتنا إن شاء الله تعالى أرمهاس أيانو كشيجينا أنا سكع جابسنا هنا كلمات كني مركا أو كلمات دني حليلي هاد سؤالي وحباي جرو مركا هذا الكسوة جابي مركا أنت سان إن شاء الله تعالى كسمينا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزا الله خير الجزاء وبارك الله فيه وفي علمه. عندهم سؤال بعشرة شيخ وكشواب دون هدوء الله يضمه سؤال شكو بدوحة هاي دمر كراعة جماعة سيدا يوحى جيان أمو عمر إستان يعني محرم وكارة لسو عنوا سيدا حجكو دو أم عبردو دو معناها وحوي هوين حجسي بلا محرم نيا أرتا سيدا دوكتهين نبي عليه الصلاة والسلام وحو شاقي لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم هوينتو إني سن سفرين إلا إنو محرم لجرموي أما هل مالين هل يراهدو يوم هبيني مالين أما ثلاثة أيام هل يراهدو مسافة ثلاثة أيام ولياليهن إني سن هوينتي بلا محرم الآن إني سن سفرين وحصوها ري هدي أي تهي حجك حجك إلهي وحوكو حري مركو ربي كور رمي من استطاع إليه سبيلنا لي السبيل مركو علماء فسران استطاع ذاس وأود أوليه وحي لهذان الزاد والراحلة يعني قفك إنو هلكرو وحي صحيذ أكدقن لها سعد كيسة انتو سي سعدو حجك او جوغو الى او كسو نقونايو انو وخي سدان سهيدي سي سوسن بني ادن او غباهانين فاميلي جي سي ددكي سي قويس كي سي
أسرديسي إنه أقتجه وحكونا الآن لهاين أنت أو حد كم قيه هاي أيها الجربه سلاس اللي قدوني وحيس ضاعدك علماء قار كدران دكتين أو استضاعدك كم إذا هو أنت إني محرم لا ذا حديسا محرم وذن استضاعد اللي جمابه هلبه حجب اللي جمر بيلين علماء مربه حديسا محرم وذنين وحجه كل لازم ما بجربه مركا مذهب كاس أيين مارتي النصوص تا مرك الإسوافجي كنيسة وحجر مرك أقوال أي علماء ذو أي شيئا أصل كورتوا سداس وين نبي جن أو يريس صلوات الله وسلام عليه لكن هذا الإمام الشافعي لجور ياجر أه يا مارتو اجتهاد أهوي ما هالنصوص معها وحولي هي ما دام سفر كان لاحر لو جوجي حكمة لو جوجينا أي كم تاعي هو أنت كل جد إني دبعت لكولنتو هوين كلي قد سفر يسو نبقى إنه لك ولانتو لوغا بقيو سيدا درتيد وحوليه هاي حدي الرفقاء يهشو هوين لغا فتنة ذوذي لغا آميني هاي أو جماعاء أو ددوان أكسن أو إلا سفر يسو لا بأس أبو إمام الشافع قضاء لك واحد دليل معها وحجل معها واجتهاد علماء ذوي اجتهادا مرك علماء ذان كالانا وحيكو دران سيدا حنا بلاد إي أي مذاس كاله وحي كدران استطاع عضب إني كمتاي إن أي هوان تاني محرم لهذا حديث محرم لهين وحجو كواجبه وماله إليه تساند مدعيني أو أمام بدنتها هوان تا حتى هدي أي فتنة لقى آمين يعني هوان كليقيد أو سفرته لباتد إلا كل مكرتاوات قرنسين حجكو نبي مركو يري صحابة أي ويديون رسولك إلهي وأنقو الجهاد رقا كليا جهادي جهاد أنقا نالكو ملا ميا ما جهادنو مركاسو يري ميا عليكن جهاد لا قتال فيه جهاد أن دقال أحينا جرو حجك وجهاد هو نك قفك سامرة أركايو كريلك يشدد يرفاتك يعريرك يوعدبك هواني كليت وكل رفاده سنب بدنك لكل ميسا مركا إني محرم وضطه إلا يراهدو آذي وفي عنتهي وبالله توفيق